أنا رايح دبر حجز. شو بدك تروح تعمل هنيك؟ رح تلاقي شغل بسهولة؟ ما بعرف. وشو الله جابرك تروح لهنيك؟ شلون بدك تدبر راسك ابني؟ لشو الشنططة؟ وضعي هون ما رح يكون أحسن بكتير من هنيك. هون وهنيك واحد. مليت من أعشابها ومن أدويتها. المطبخ كله صار قطرميزات. مفكرة إنه المطبخ بس إلي لحالها. خلص حاجة تنقي هلأ بطبقها. لا شو أنت خدامة اللي خلفوها؟ روحي قعدي عم ساوي شاي. يلا يا أخي. وجع البطن إله خلطة ووجع الراس إله خلطة لحال والدوخة كمان إله خلطة شكل. مفكرة حالة دكتورة ونحن مالنا خبر؟ لكني إجيت. شو قصتك؟ من امبارح وانت متغيرة كتير. شو صار هالابتسامة؟ احكي لشوف. حاسة حالي مبسوطة شوي، ما في شي مهم. مبسوطة شوي؟ ايلا شوفي رفعت رشدان توفى. لك يا قطع عمرك شو حوبي؟ تعا تعا خليني احط لك عليها مي بسرعة. حطها هون لشوف. حطها هون يلا. ايدي احترقت ايدي احترقت. شايفة؟ وقف وقف لا تقيم ايدك خليها. اي 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 بعد 60 أو 70 كيلومتر لحتى نوصل على الطريق الرئيسي. بعد 45 كيلو. لكن سالي هالخريطة. أنا بصمه للطريق بصم. صباح الخير. اتصل فيني ضروري. بعد إذنك بدي أعمل اتصال ضروري. خد راحتك. ألو. صباح الخير. يسعد صباحك. أخيراً سمعتنا صوتك. والله ما صح حلي كتير كنت مشغول. طيب ما كان فيك تبعت لي رسالة؟ ولا لتكون نسيت الموضوع مصطفى؟ لا ما نسيت بس ما لحقتي تعرفي شي لهيك أنا ما سألت. المهم اتصلت وسمعتنا صوتك كمان. اللي شو أخبارك هلأ؟ أنت منيح؟ ماشي حالي. إمتى راجع على اسطنبول؟ نهاية الأسبوع رح نكون باسطنبول إن شاء الله. وقتها بنقعد وبنحكي. ماشي. صار لازم سكر. إذا عرفتي أي شيء يا ريت تخبريني فورا. ماشي رح خبرك. يلا مع السلامة. الله معك مصطفى. سفرة موفقة. رفيقي من الضيعة. كريم اصحك تضحك علي وتقلي إيه وبعدين تروح تحضر الجنازة من ورايها. أمي قلت لك رايح دبر حجز. معناتها خليني روح اسحب مصاري من البنك. أكيد ما معك حق البطاقة. معي مصاري لا تخافي. منالك المصاري؟ معي وخلاص. كريم قلي منين جبت هالمصاري؟ أوف يا الله. أنت من أمتى بيكون معك مصاري وبتخبيها عني؟ كنت مصمدون. إيه مصمدون. خلاص أمي بترجاكي خليني روح. اركدي اركدي. احترقت ايده للمعي. شلون يعني احترقت؟ نكب عليها الشاي حطيت له اياها تحت الحنفيه بس لساتها عم توجعه كثير. يا الله ورجيني. اوف عم توجعني عم توجعني. هلا رح ساوي لك خلطه. الله يخليك استعجلي. احكي لي شلون صار هيك وكيف نكب الشاي على ايدك بهالطريقه؟ هالحوبه حرقت له ايده. ما بعرف وين كان عقله وشو كانت عم تفكر. حرقت له ايده للزلمه. مو معقول حدا بيعمل عملتك هي. كريم مرحبا. صباح الخير. شلونك؟
لا تؤاخذني للصبح لحتى قريت رسالتك. ولا يهمك، أنا توقعت إنك ما قريتي رسالة. لأنه تأخرت شوي مبارح، أكلت بهدلة لهيك نمت بكير وما سهرت، سكرت موبايلي كمان. آسف كتير لأنه تأخرتي بسببي أنا، آسف. مو مشكلة. لساتك متوترة لهلأ؟ شوي. ما عم تقدري تحكي معه؟ يا الله كتير مزعوج عليكي. لا دائما هنن هيك، كل ما بتأخر على البيت هيك بصير معي، باكل بهدلة، صراخ وعياط، ودائما خالتي بتبهدلني وعقدتني. شو بدي اقول لك، شو رأيك نطلع نتمشى شوي؟ بتغيري جو. اه بس انا ما فيني اشوفك امتى ما حبيت، بعدين لسه امبارح تعرفنا. وين المشكلة؟ انا ما بعرفك وما بعرف شلون بتفكر، يعني ما فيني اطلع معك دغري هيك. عن قريبة بتعرفيني. اخي عم توجعك؟ وعم تسألي؟ طبعاً عم توجعه. لا ما عم توجعني ميسا، ما عم توجعني. بدك تدهنه مرتين باليوم على القليلة، يعني الصبح والمساء. ايه فهمت. لا تنسى. شو حاطة بالله بهالخلطة؟ ذوبت السمنة بالمقلاي وحطيت 5 بيضات مع 20 طبعاً، ومن بعدها سحبت منها الدهن بالمصفاي. بظن انه هالخلطة رح تفيده كتير وما رح يحس بأي وجع بعدها. هالخلطة بتفيد كتير بحالات الحروق اللي مثل هاي. كتري منا لهالخلطة، ما بتعرفي امتى بتلزمنا، كل ما تحط ايدها بشغلة بتنزعها وتفقسها. الله يعيني عليها، هي اول مصيبة من وش الصبح، لك ما شفت منا الا البلا. ما في داعي لحتى تكبري القصة، حادثة بسيطة ومشي الحال، انتهينا. طبعا اصلا ما بتوجعني، شوفي. بالله لما بتشوف كريم مدري شو بيصير له، بيطلع خلقه وبتبلش تتخانق مع الكل. اشو هالعيشه هاي؟ تقولي عايشين مشفى مجانين؟ اصبري ست ميسر اصبري، كريم بهاليومين عم يفكر. يدور لنا على بيت جديد اكبر من هذا بكتير لننتقل عليه. اه لهيك عم يطلع من البيت وما عم يرجع؟ اي والله منيح، برافو عليه. انا خلصت الحمد لله على السلامه. نفوخ عليها لتنشاف. شكرا لك. لو عرفت انه راح يسافر كانت راح تمنعه. بترجاكي لا تخبري حدا لحتى يسافر.